كده هنقول مثلا عندنا مبنى زي دوت، ده مبنى خلاص. المبنى دوت فيه عندنا هنا الاسم التاني، بس في عندي هنا اوضه كهرباء اهي، الكتريكال روم ماشي، وعندي في اوضه بتاعه ترانسفورمر. ترانسفورمر روم ماشي. طيب وبعدين هاجي خلاص، يعني يقول ان احنا عملنا حسابات الارض الخارجي، عملنا حسابات الارضي الايه الخارجي. طب هو الارض الخارجي هيبقى مثلا رينج كوندكتور كده او لوب كوندكتور ماشي حوالين المبنى بالمنظر ده. ماشي يعني خلوني يعني هتعب يعني شويه، هتعب شويه في الرسم بس معاكم ماتيريال تحافظوا عليه ماشي خلاص. عندي هنا في ابيار بقى ماشي، الابيار دي راجعه لايه؟ للكالكوليشن ماشي. وفي اللي بيعمل كالكوليشن في اي تريبل اي وفي الايه البريتش اي كود. طيب ده عدد عدد. طب ايه الابيار اللي هي بتعمل اللي فيها الانسبكشن عشان اقيس؟ ما هو مش كل بير بيبقى موجود، يعني في بير عباره عن رد بس، هو ده البير او ده تمام، دي الحفره او البير اللي انت بتحط فيها الرد ماشي. وفي بير بيبقى خرسانه كده تمام وجواه الرد برده تمام. الفرق بين ده ودوت ايه؟ العادي دوت اللي هو من غير خرسانه زي ما انا هقول يعني تفتيش، دوت عادي خالص. والتاني دوت ايه؟ الانسبكشن اللي انت بتقيس منه السيستم بتاع الارضي في بدايه المشروع او من مره للتانيه تمام. بالنسبه لاماكن الانسبكشن يعني انا ما لقيتش حاجه لغايه دلوقتي تقول الانسبكشن ده مكانه فين تمام. طب عدد الرد خلاص على حسب الحسابات. طيب عدد الرد حسابات، وبالنسبه للانسبكشن برضو يعني في حاجه ممكن يقول لك ايه؟ عند كل كورنر في المبنى حط واحد، المسافه الطول معاك فتعالى ما بين الكورنر والكورنر وحط واحد. اسمعني يا كابتن، تعالى ما بين الكورنر والكورنر وحط واحد. يعني تيجي مثلا لو انا هنا في ده انسبكشن بيبقى ليه سيمبل مختلف عن البير العادي اهو، هنيجي هنحط واحد هنا مثلا لو المسافه دي مثلا طويله قوي قد ايه ما اعرفش، بس انا بقول لك لو طولت تقديرك كده انجينيرنج تقوم حاطط واحد هنا ايه في النص تمام. يبقى كل الارقام. في بقى مدارس لايه؟ لموضوع اللايتنج بروتكشن. في حد يقول لك اللايتنج بروتكشن لو افترضت ان انا هنا فوق السطح وهنزل بداون كوندكتور، داون كوندكتور هنزل بيه من هنا، ولازم ان داون كوندكتور الاساسي اللي لازم يكون فيه ديديكيتد ايرث بيت، يعني ايه؟ ليه رد في الارض. طيب الرد دوت في مدارس تقول لك ايه؟ تقول لك تعالى اعمل له واحد لوحده هنا كده تمام. وفي مدارس ثانيه يقوم عامل ايه؟ يقوم رابطه هنا كده، يقوم حاطه هنا ويحط البير هنا، يبقى عمل ايه؟ يبقى عامل لوب ارضي ولوب لايتنج بروتكشن الاثنين مع بعض تمام. طيب لو المدرسه الاولانيه ايه هو؟ ان هو لو عمل كده وخرج كده ماشي، برده بيمشي ويربط كل الايه الارث رود اللي هم على نفس الايه اللي هم بتوع الداون، كل داون كوندكتور نازل تمام خلاص، بيربطهم مع بعض ايه برده بلو. ده في حاله ان لو في كذا داون كوندكتور ايه، في حاله ان لو في كذا داون كوندكتور ما انت لازم تبقى على داون كوندكتور. لا ما انا هقول لك، هو عموما داون كوندكتور مينيمم 2 سواء في الكود الامريكي او في سواء في الكود الايه الاوروبي، هو مينيمم 2 ايه. حتى لو خازوق واحد من فوق، لو واحد فوق برضه هتعمل 2 برضه هتعمل 2، بس هو عموما موضوع الخازوق الواحد ده ما بيبقاش الا غير في الكود الفرنساوي اللي هو الستريمر ده، كده بيبقى فيه دائره الكترونيك بيعمل كابشرنج او بيلقط الصعقه وهي نازله يقوم واخدها ومفرغها تمام. وخلينا برضو نشيك عليها واجيب لك كده كتالوج حلو كده فيديو ظريف انا عامله عن موضوع الايه الايرل ستريمنج دوت اللي هو ايه بيعمل القصه.
ماشي. احنا كده ايه عرفنا، خدنا نبذه سريعه عن الموضوع دوت. السبيسنج بتاع داون كوندكتور ده بيختلف من كود للتاني. هو عموما في الامريكي 30 متر كل 30 متر اللي هو 100 قدم او 33 متر ماشي. والسبيسنج بتاع ال احنا خلاص احنا مش هنتكلم على الاي تيرمن دلوقتي، بس احنا بنتكلم دلوقتي على الاي على الارضي. بقول لك برضو انت بتعمل ازاي مع الحاجه اللي نازله من فوق. طيب برضو بتيجي هنا، بتيجي هنا برضو عشان خاطر بتحط حاجه هنا اسمها ايه، تيست لينك. تيست لينك دي بتتحط على الجدار، بس انا مبينها لك هنا ايه مفروده. شفت كده لما تروح تعمل صيانه في التوكيل العربيه تلاقيها جايه ايه الحيطان بتاع الجانبيه بتاعت العربيه قام جاي فردها لك كده، بيفردها لك عشان عايز يعلم على الكوتش هيعلم ازاي، انت فاهم قصدي ايه؟ فبيجيب لك كوتش في الجنب كده. انا كان انا فرد لك الرسمه خلاص يعني. يعني ده المفروض موجود على الوول دي، بس انا مبينه لك بس كده عشان خاطر ايه تفهمها ماشي. طيب ده حاجه اسمها تيست ايه لينك. تيست لينك دوت ليه؟ عشان لما تيجي لو انت عامل كده او انت عامل كده ماشي، انت مطلوب منك اوم معين لمقاومه الار دي بتاع اللايتنج بروتكشن، واوم معين لمقاومه الار دي بتاعه الالكتريكال سيستم ماشي. فلو انت رابط على الالكتريكال سيستم فانت عايز تقيس المقاومه بصرف النظر عن الكوندكتورز اللي فوق ان هي تساهم في تقليل المقاومه. لو انت عامل رينج بس لللايتنج بروتكشن فانت ايه عايز تقيس المقاومه بتاعه الار دي لللايتنج بروتكشن بصرف النظر عن الايه الهيراركي بتاع الاب داون كوندكتور اللي نازله دي وشويه الحاجات اللي فوق السطح ان هي تساهم في المقاومه ماشي، وما تخدمنيش في الفاليو اللي انا عايزه. تمام. نفس القصه وانا جوه المبنى برضو في حاجه اسمها تيست لينك عشان شويه الكابلات اللي ماشيه جوه المبنى دي كلها ماشي ما تساهمش في مقاومه الارضي اللي جوه فين، اللي فين اللي بره اللي انا بقيسها. خلينا نقول مثلا ان انا عندي هنا ايه دوت خلاص، ده الرينج او اللوب بتاعه الارض اللي بره، وهحط هنا الارث نيوترال بار، وهو ليه اكتر من اسم. هحط الارث نيوترال بار دوت هنا ايه جوه اوضه الكهرباء اهو، او اللي هي المين ارثنج تيرمينال اللي هي البار. بيسموها حاجات كتير بقى، بيسموها حاجات كتير. تعالى كده يا نيرس بور، ايه باشا نقول دوت مثلا. هتلاقي دوت هنا عامل ايه؟ عامل لينك، اللينك دي ناخد الصوره ديت عامل دي ازاي؟ دي كده، دي كده هتخرج فين؟ هتخرج بره تمام؟ على النتورك على اللوب اللي بره، ودول هيروحوا بقى ايه للوحه عموميه لمحول مش عارف ايه الكلام ده. تمام. تمام. عشان كده المحول دي تمام. هل بقى المحول ارث هو ارث المبنى ولا ده ليه ارث لوحده، ولا انا هبقى اخد الارثنج من النيوترال بتاع المحول؟ يعني انا في عندي كذا كيس ان انا اروح لكل لوحه من اللوح من دي. لا انت بتدي لوحه العموميه وهي بتكمل. طب ده بيعمل ايه؟ يعني كده اللوحه العموميه انا مش واخدها من المحول. اللوحة العمومية ما تاخدش اسم المحول، ما انا هوريك القصة دي دلوقتي. ماشي؟ يعني أنت عندك دوت هتروح منه للآتي. هتروح منه لمحول. هتروح منه للوحة عمومية. هتروح منه لماسورة مية. أنتوا بقى بتعملوا كده في محطات المية. اسمع مني بقى، اسمع مني. هتروح منه للتليكوم بار. تليكوم، في إرث بار بتاع التليكوم. ماشي؟ هتروح منه لماسورة غاز، لماسورة مية، مش عارف إيه كل الكلام ده. هتروح منه لنقطة الربط مع اللايتنج بروتكشن. لو أنت عامل سيبريت، عامل لايتنج بروتكشن جراوندنج، وعامل لايتنج وعامل ايرثنج جراوندنج، فانت بتيجي تربط مع اللايتنج بروتكشن ده بنقطه واحده، نقطه واحده، نقطه ربط واحده، واخد بالك؟ ده لو انت فاصلهم عن بعض، لو لحقهم خلاص. بس برضو خلاص انت كده كده اصلا خارج اصلا على البتاع من بره ماشي. تعالى بس ايه نيجي هنا، نيجي على الرسمه اهو ماشي. هنعمل ايه؟ هنربط بره من هنا كده، بربط كده تمام. طيب عندي ماسوره ميه بره، ها بربط عليها. عندي هنا بقى في هنا الفرده الثانيه دي اللي هي ايه قلت لكم عليها،
اللي هي هنا لما كنا بنتكلم هنا كده كنا عندنا ايه عادي دي شايف الحته دي حته الوسط الوسط الاورنج دي وسط الاورنج دي بفتحها لما اجي ايه اقيس بره بفتحها عشان تفصل لي جوه الايه المبنى وصلت خلاص كده يبقى انا بعمل ايه دلوقتي هنا هنا هفتح ايه هفتح الوصله اللي هنا دي خلينا بقى ايه احنا عندنا بقى هنا هخرج كده على الارض اللي بره الوصله اللي هي يا سيدي باللون الاسود ده الوصله دي بفتحها لما اجي ايه لما اجي اقيس المقاومه دي كلها كده اللي هي من هنا كل ده معايا ودوت والجزء اللي بره الاخضر ده ليه علشان انا هنا هيبقى عندي هنا في لوحه عموميه طب انا اللوحه العموميه دي هفردها لكم هنا كده هفردها كده هفردها على الارض كده ماشي مش هعملها ايه يعني يعني كانها كاني جايبها من الجنب ماشي فيبقى عندي هنا ايه فيها باره ارضي جواها عندي باره نيوترال وعندي الثلاث فازات الثلاث فازات بتوع الكهرباء ماشي يا عم اهو دي اللوحه العموميه وهي واقفه بتشوفها كده يعني لو تخيل ان اللوحه واقفه كده ماشي بتشوفها بتشوفهم كده ماشي برضو باجي بوصل منين من هنا الايه الارض ده انا واحده دي ماشي ماشي خلاص يعتبر دي كانها مش موجوده عشان برضو ما تلخبطش معانا يا مان ماشي كده بس انا عايز اقوله ان انا لو عندي هنا غرفه تيليكوم لو عندي هنا كده غرفه تيليكوم ما هو بص في ناس في مدارس بره بس انا هوريك ان الامريكان بيعملوا مع بعض ماشي يا سيدي دي غرفه تيليكوم تيليكوم روم ماشي ليها ايه بار هنا باخد من هنا واروح فين على البرده ماشي اديكوا شفتوها بس انشالها عشان ما تلخبطش الرسم ماشي يبقى عرفنا هنا في هنا تيست لينك علشان اقيس طبعا انت هتشوف هنا الكابل الارضي مشي كده راح هنا طيب والمحول برضه هياخده من هنا بقى ده المحول ده ايه يا باشا ده جسم المحول جسم الايه المحول المحول زي ما احنا قلنا في بوشنج ناحيه اللو فولتج 3 فاز وفي واحده نيوترال بس وناحيه البرايمري لايف 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 تمام ده ناحيه الايه البرايمري طيب الطبيعي ان انا بمشي ازاي بمشي بثلاثه فاز دول كده واقوم طالع فوق هنا ايه ثلاثه اهم صح كده صح والنيوترال بقى بيجي من هنا لوحده على دي على طول هل بقى في ارض بيخرج من هنا لا الارض بتاع المحول خده منين من هنا تمام كده خلاص يبقى انا كده اتحركت من المحول للوحه باربع فرق نيوترال او باربع سيركت ماشي نيوترال وايه وثلاث فازات ماشي طيب يبقى كده عرفنا ان انا عندي الجزء اللي هنا دوت الجزء اللي قبل تيست لينك ده حماده والجزء اللي بعد تيست لينك دوت اللي هو بيدي بقى كل الحاجات دي عملت ايه بس انت كده بتقول كاسه واحده ولا ايه في كاسات بياخد الارض من المحول الارضي اللي هو رايح للوحه الارضي من المحول دي عمر ما شفتها مش هو انا ما اعرفش انا اصلا ما شفتش اصلا بس مش هو ده بقى التي ان سي هو ده التي ان كومبايند دوت ايه وانت في النهايه لازم تقرر احنا وصلنا لفين احنا قلنا هنا دوت دي تيليكوم روم خلاص انا باخد من هنا واوصل لكده ازاي ماشي طيب في برضو حاجه في الكود الامريكي بتقول لك لو انت الترانسفورمر ده وهم في الكود الامريكي بيسموا الترانسفورمر الجنريتور اليو بي اس كل الحاجات اللي هي بتعمل لك بتجنريت كهرباء او بتحول كهرباء من جهد لجهد
تمام من صوره لصوره زي اليو بي اس مثلا بيخدمني ازاي دوت اسمه بيسموه سيبريتلي درايفد سيستم بيسموه كده. فهو بيقول لك لو انت عندك سيبريتلي درايفد سيستم زي المحول دوت ماشي وهو ابعد من النيوترال بار دوت من اكتر من 50 فيت يعني 17 متر او 15 متر تعمل ايه؟ تعمل تقوم رابط المحول دوت على الايه الريانفورسمنت بتاعت المبنى دوت ماشي او تعمل له ارض جديد. يعني بمعنى اصح اللي انا وصلت له يعني وحاول اتاكد منه ان انت ممكن تعمل هنا ايه واحد جديد كده ايه نيوترال بار جديد كده هنا اصلك وتربط عليه الارض بتاعه دوت وهتكنسل ده بقى وتاخد ده بره على الشبكه. انا لما ربطه بالرينفورسمنت يبقى انا كده عرفته طبعا. يعني انت بس لازم الرينفورسمنت دي كلها تبقى يعني ما بتساعد. ما انت هو انت من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقول لك عليها ان انت المفترض ان انت شوف انت هنا خرجت لايه خرجت لماسوره ميه خرجت لماسوره غاز ماشي خرجت للتليكوم خرجت لللايتنج بروتكشن تخرج للتسليح كل ده اساسي تربط اساسي تربط مع التسليح ماشي. طيب هوريكم برده حاجه هنا ظريفه رايحين على فولدر جميل كده لحد ما الفايل ده يفتح. خلاص احنا كده اطمننا ايه اللي احنا ازاي بنتعامل مع الكتل الكبيره اللي هي بتعتبر الانترفيس بتاعي مع الايه الجريد او اللوب اللي بره الكتل الكبيره اللي هي اللوحه العموميه المحول تمام وكمان الخدمات عندي اللي هي الاكستريموس اللي هي الحاجات اللي هي غريبه على قسم الكهرباء زي مواسير الميه ديبل تري باب معدني زي ما قال عصام كل الكلام دوت ازاي انا بتعامل معاه في الايه في الاوضه العموميه ديت تمام. وهنشوف بقى الشكل بقى انا بحب اسمي الارضي لما بيبروباجيت او بينتشر جوه المبنى انا بحب اسميه فلو الفلو او بسمي كمان برضو ال 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 اللي كنا بنتكلم قلنا ايه الشكل دوت اكتر حاجه بتوضح ايه ان الارضي ما بيجيش من المحول وهوريكم برضو الرسمه اللي انا بفتحها دي الارضي بايه بيتجاب منين من الجريد من بره الجريد من بره عن طريق ايه طبعا عن طريق النيوترال بار عشان ايه دي اسمها نظافه شغل تمام. وبعدين في نفس الوقت برضو انت برضو عايز تقط او عايز ايه تقطع العلاقه ما بين الهيراركي بتاعت الارض اللي جوه المبنى والجريد اللي بره عشان تقدر تقيس اللي بره. فتقطعها ازاي؟ بالتست لينك اللي هو البار يبقى جواه تست لينك. ايه ما جنبر البتاع دي ولا اسمها ايه؟ لا ما تهزرش تست لينك كلها اسمها تست لينك. لا الحته اللي بتفتح وتقفل دي اسمها تست لينك الكبيره ديت كلها اسمها اس نيوترال بار او مين ايرث بار زي ما عشان اقول لك او مين ايرث تيرمينال بار كل دي اسامي كل الاسامي دي بوتنشال ايكولايزر اللي يعجبك كله عرف خد مني. طيب ماشي نرجع بقى للرسمه الجميله. طيب انا هتحرك من هنا من القرى ديت لوحه ماشي بس برضه هرسمها اللوحه دي هرسمها كده قدامكم بالمنظر ده ماشي. هيبقى عندي هنا ايه هيبقى عندي هنا باره بتاعه ارضي باره بتاعه نيوترال ده بيتكلم رول ان شاء الله بيتكلم رول. لا معلش هنخرج من هنا خالص. احنا اتفقنا دوت ايه دوت دوت بيدي ايه بيدي الباره دي تمام وبيكمل هو بقى. بيكمل هو وهجيب لكم رسومات بتقول الكلام ده ماشي. طيب انا عندي بقى اوضه كهرباء هنا مثلا سي مثلا في نفس الغرفه او في نفس الدور او في دور تاني anyway. ماشي فيها شويه ايه فيها شويه لوحات بان البورد واخده من اللوحه العموميه تمام. طيب هنقول مثلا دي بان البورد الاولانيه دي بان البورد الثانيه برضه انا راسمها ايه فرونت فيو دي بان البورد الثالثه ماشي وديت باره الارضي ودي باره النيوترال وبعد كده عندك الايه الثلاث فازات اللي هم دول خلاص عارفين واخدين منين واخدين من هنا بيخرج كده الايه ده سنجل لاين اهوت للثلاثه وهكذا اللي حصل مع اللوحه دي هيحصل مع اللوحه دي بيحصل مع اللوحه دي تمام. الارضي خلاص هيجي من هنا لايه لواحده هنا
ماشي، وهيجي من هنا برضو الايه للتانية، وهكذا ايه بالنسبة للتالتة. النيوترال نفس القصة ماشي، النيوترال اهوت هيجي من هنا مثلا اهو دوت كده رايح للنيوترال وايه وهكذا. هبتدي ده بقى شكل الفلو بتاعي. بس في حاجة هنا برضو مهمة لازما بتربط ده مع ايه، ده دي اسمها بين بوندنج جامبر او سيستم بوندنج جامبر، لازم تربط ده مع ده علشان لما يبقى في امبالانس. بصوا معايا يا هشام، امبالانس هيمشي ازاي؟ هيمشي كده صح، وبعدين وبعدين هيجي كده، وبعدين يروح كده، وبعدين يروح كده، وبعد كده يروح للارض. وصلت؟ ده هدف من الاهداف يعني، ما هي مقسومه لجزئين، هو ده كده هدف من اهداف طريق النيوتن. ماشي، ممكن هو في ناس ثانيه ما طلعتش النيوتن. الحركه اللي انت عملتها دي اسمها ستابلايزيشن، مش عارف ايه يعني، يقول لك ان انت تقرب النيوترال عشان تحافظ ان البعد بتاعه زيرو، اي امبالانس يعني الريفرنس بتاعه زيرو. ليها ليها قصه يا باشا. احنا الحاجات اللي بان البورد دي ما بنقدرش ليها على البار برده ومواصلها للبار الرئيسيه، لان البار الرئيسيه مش هتلاحق عليه. البار الرئيسيه مش هتلاحق عليه ماشي، لان يعني انت ممكن تتكلم في مبنى كل دول على بار والبار دي ما هو انت مين، لكن دول جنب بعض يعني، ما هم لا هم زي ما انا عامل كده بالظبط، هم جنب بعض. ولو افترضنا ان دي لوحه يعني دي كده هتخرج منها هتروح لايه؟ يا تروح لدايره. فلو عندك كده مثلا شويه كشافات كده، دول شويه كشافات بروح لهم بايه؟ بروح بارضي لكل كشاف بقرده تمام، وبروح بفرده النيوترال تمام لكل كشاف، واروح بالفازه بتاعتي لكل كشاف صح ولا لا؟ فهتلاقي كده الكشاف وصلت له بكام واحده؟ بثلاثه، يبقى دول ثلاثه واير. طب انا رحت للوحه دي اللي هي ديت رحت لها بكام واحده؟ 3 1 2 3 4 5، دول هم الفايف واير اللي هم بتوع تي ان اس في الكود الايه الاوروبي اللي هم شغال بيهم الجماعه الامريكيه. البوره دي بعرض فيها برده جسم اللوحه صح؟ طبعا هنا جسم اللوحه ده في ده انت في اكتر من حاجه يعني. لو جينا مثلا عملنا زوم على الحته دي، تعالى يا عم هات كده، وهنقول مثلا دي اللوحه اهي ماشي، واللوحة دي فيها بارة ايه؟ ارضي. اول حاجة انا باخد اقرد جسم اللوحة تمام؟ لو في ماسورة خارجة من عندي هنا EMT ماشي؟ بتبان لي عندي هنا كده البوشنج بتاعها، بقوم واخد من هنا برضو مقرد ايه؟ الماسورة دي من هنا تمام؟ وبعد كده انا عندي فيه هنا دايرة انارة. بتقول يا عصام؟ لا دي دائرة إنارة. دائرة الإنارة ديت عندي هنا إيه؟ دول التلاتة فاز، وعندي هنا إيه؟ قاطع، وعندي هنا النيوترال. بروح بفردة نيوترال لكل إيه؟ كشاف. وبروح بإيه تاني؟ بروح بفردة لايف لكل كشاف ماشي، وبروح بفردة أرض تخرج من هنا كده تمشي في الماسورة وتروح هنا لكل كشاف أهي، كل كشاف. طيب ال الكشاف دوت الكشاف ده لو قلنا مثلا ان انا عندي وانا ماشي في السكه عشان اوصل لاول الدايره دي عندي شويه بوكسات ايه اي ام تي معدن ماشي، هقوم جاي عامل ايه يا معلم بقى؟ هنا هاجي اعمل عمليه جراحيه هنا كده، اقوم فاتح هنا كده، اقوم واخد الارض ده كده ماشي، واقوم جاي عامل هنا جوينت كده، اقوم واخد من هنا كده، اخد من هنا كده وعامل جوينت، والجوينت دي اخد منها هنا كده، واخد منها فين؟ وصلت دي كده، دي كده اللي هي بيجي هنا بيعمل هنا شكرتون بالبلدي عندنا. لكن عندهم جماعة امريكان في، وفي برضه في اماكن نظيفه هنا في مصر بتعمل الكلام ده في استراليه. ايوه هي برضه، بس هي واحده البادي يعني، انت فهمت النظريه بتاعتها عامله ازاي؟ دي كده ايه شكل لحام بس برضو شيك يعني تمام. طيب ده كده بالنسبه ايه للدايره دي. تعالى بقى انت مثلا هنا في انت نازل على مفتاح، والمفتاح ده جوه الحيطه، والمفتاح دوت والعلبه دي، والعلبه دي معدن هتقردها برضو. البوكس اللي هو اصلا لو قلنا الكشاف سيكشن كده يعني، وشفنا شكل ايه دوت السقف السائط ماشي، ودوت البوكس البي في سي اللي مدفون جوه السقف، اسف ده سقف الخرسانه، وده البوكس البي في سي اللي جوه سقف الخرسانه، وده البوكس الاي ام تي اللي في ظهره
ماشي. ودوت الايه الكلوجر بتاع الكشاف اللي هو الداون لايت، ومن تحت كده هتشوف الكشاف ده ولا كان ده سبوت ماشي. فانت جاي من هنا كده، جاي من هنا كده، هتعدي كده، هتيجي هنا، هتاخد ايه، هتعمل النود ديت وتاخد واحده لجسم العلبه دي، وواحده تنزل على جسم الكشاف، تمام خلاص. فانت كده عملت ايه التقريب بتاعك الايه اللازم. طب افرض ديت بي بي سي، خلاص يبقى انا كده مش هعمل الوصله دي، تمام. فطول ما انت ماشي عمال ايه اي حاجه تلاقي معدن تقوم عامل نوت وتقوم ايه واخد منها، تمام. النوت دي شبه ايه؟ شبه اللي بيحصل هنا، شبه البوره اللي هنا دي اللي هي بتخرج، ماشي. طيب بس لو انا بقى هخرج من، لو افترضنا دي ديستريبيوشن بورد، دي ديستريبيوشن بورد، وهخرج هنا للوحات فرعيه، خلاص احنا اتفقنا ايه؟ اتفقنا ان انا بخرج من الباره بتاعه اللوحه لسيركتس. لو بخرج من باره لسيركتس، لو بخرج من باره اللوحه الارضي لسيركتس تبقى ايه؟ باره اللوحه لسيركتس، يبقى اللوحه دي باني البورد. طب لو بخرج من اللوحه، من باره اللوحه دي للوحات، يبقى اللوحه دي اصلا كانت ايه؟ ديستريبيوشن بورد. طيب لو بخرج من باره اللوحه ديت، من بخرج من باره اللوحه دي للوحات دي بي كتير وشويه ال بي كتير، يعني باني البورد والديستريبيوشن بورد، يبقى اسمها ايه؟ ام دي بي، اللي هي مين ديستريبيوشن بورد او مين سويتش بورد، ماشي تمام. يعني مستمات، بس هي ايه المستمات ديت ايه معترف فيها، ماشي. ديستريبيوشن والسويتش بورد والسويتش جيل والكلام ده، ماشي. بس ده اللي كنت حابب اتكلم معاكم فيه. يعني تعال نشوف بقى الدياجرام كده، نبص على رسمه.